البرلمان الأوروبي. الحقيقة بالنسبة للمؤسسة، احنا بنقول مؤسسة أبناء المغرب لمصر للتنمية، هي تعني بالدرجة الأولى في أبناء المغرب، متواجد حوالي 19,000 من الجالية المغربية في مصر، ولكن ده جزء من الأهداف. الهدف الثاني هي الجاليات الأخرى العربية، الجزء الثالث هي أبناء مصر والتفاعل وتقصير العلاقات المتواجدة بين مصر والمغرب والوطن العربي. الحقيقة احنا عملنا يعني تم إشهار المؤسسة في سنة 2017، قد تكون بالنسبة للجميع أو للمتواجدين إنها حديثة، لكن السيدة سميرة أعمال خيرية وأعمال اجتماعية منذ سنين سابقة لوقت الإشهار.